قاسم. عم نعيدها من اول جديد. وعم عيدنا الحلقه من اول. اسمك من وين؟ انا نزير ايام من عمان، من ابو عمان اي. فكنت يوم الجمعه هون جيت اعتكف، فصار الحركه اللي صارت هذه وهجموا علينا ودخلوا اقتحموا المسجد الاقصى. فانا من كثر ما شفت من هذا يعني عنف في الموضوع، انا عندي القلب ما تحملت، فصار عندي جلطه، فرحت على المقاصد وعملت الاجراءات على اساس انه عمري تقصر. والحمد لله رب العالمين طلعت، وانا هيني جاي على الاقصى حتى اني اكمل اعتكافي، لانه انا جاي بس مشان الاعتكاف. عمي قد ايه كان مؤلم، قد ايه كان مؤلم انك تشوف الاقصى بهذا الحال؟ يعني صحيح جدا يبكي كل حجر والله. وانا يعني بصراحه بتاثر بس اسمع كلمه صوت، يعني انا وصول اشوف صوره الاقصى ادمع من كثر ما اني بحبه وما بحب يصير في اللي بيصير. لكن سبحان الله العظيم لله في الامور هاي كلها له شان. فنسال الله انه سبحانه وتعالى يهدي بالنا وبالكم ويغير الحال لأحسن حال،